مساء الخير. على طريقة عنتريات مسلسل باب الحارة، خرج خالد العبود الشهير بنظرية المثلثات والمربعات، خرج يهدد ويتوعد روسيا من غضبة الأسد، واعتبر أن بوتين هو المحتاج لبشار الأسد، وأنه لولا الأسد لما كان لروسيا أن تعود إلى الساحة الدولية بهذه القوة. ولم تقتصر هجمات خالد العبود على مواقف روسيا، وإنما طالت أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا، حيث قال إنه لو أراد رئيس النظام بشار الأسد أن يقف بوجه بوتين لا تم شطب اسم بوتين من التاريخ الروسي إلى أبد الآبدين، مفارقة تشير إلى مدى الحوالي السياسي والسذاجة العسكرية. فبشار الأسد لولا بوتين لكان الآن في أزقة طهران يستجدي الناس ويتذكر أيامه التي لن تعود. تحليل قوبل بسيل من السخرية كونه لا يخضع لأي منطق سياسي أو عسكري، ولكن انضمام بهجة سليمان إلى الحملة التي بدأها خالد العبود وعزفه على ذات الوتر يشير إلى نية نظام أسد أن يوصل موقفه لحلفائه من خلال أبواقه، وإن كان لا وزن لهم في المعادلة السياسية ويعتبرون أشخاصاً لا قيمة لهم بالنسبة إلى النظام، إلا أنها من أقوى الرسائل التي تم توجيهها من قبل نظام أسد بعد الهجمة الإعلامية الغير مسبوقة عليه في روسيا. فلا يستطيع خالد العبود أو بهجة سليمان أن يدلي بهذا الكلام لولا أن لديهم ضوء أخضر من أعلى المستويات. وما يؤكد ذلك إصرار خالد العبود على موقفه رغم انتقاد الكثيرين له، ومن المعلوم أن هؤلاء يسيرون وفق ما تمليه عليهم الإجهزة الأمنية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوزا الخطوط المحددة لهم، الأمر الذي يشير إلى اتساع الهوة بين روسيا ونظام أسد. وما تلويح أبواق النظام بورقة إيران والتقرب منها على حساب روسيا إلا خير دليل على ذلك. وهنا نتساءل، ألا تشير منشورات خالد العبود وبهجة سليمان إلى وجود مخاوف حقيقية لدى النظام من تبدل الموقف الروسي؟ هل يخشى النظام من تفاهمات دولية تفضي إلى التخلص منه؟ هل يعول نظام أسد على تعزيز مواقع إيران في سوريا في حال تطورت الأوضاع واتجهت لمزيد من التصعيد؟ وهل تلويحه بورقة إيران يمكن أن يثني روسيا عن أي مخطط ستقوم به؟ وهل تعد هذه الرسائل المتبادلة بين روسيا ونظام أسد مؤشراً على خلاف عميق بين الطرفين؟ هذا ما سنناقشه في حلقة اليوم من هنا سوريا، أهلاً بكم. أهلا بكم مجددا. اعتبر ضابط المخابرات والسفير السابق لنظام الأسد في الأردن بهجة سليمان أنه لا يحق لأحد أن يملي على سوريا مواقفها السياسية. يأتي ذلك بعد الهجوم الذي شنه خالد العبود على روسيا على إثر الحملة الإعلامية التي شنتها على نظام أسد. نتابع التقرير ونعود للنقاش. هناك مثلث يدير المعركة من جهتنا. من جهتنا في مثلث، رأس المثلث الأساسي سوريا. بعد نظرية المثلثات والمربعات التي اشتهر بها، عاد خالد العبود ليثير الجدل من جديد عبر نظرية من فئة الخيال العلمي، نظرية أو فرضية كما أحب أن يسميها. افتراضات خالد العبود الجديدة جاءت عبر مقالة له تحت عنوان ماذا لو غضب الأسد من بوتين؟ وكما يقال فإن لو تفتح باب الشيطان. حملت المقالة في طياتها تحليلا فكاهيا لطبيعة العلاقة بين نظام أسد وروسيا، وصورت الجانب الروسي بكونه الحلقة الأضعف في المعادلة السورية الذي يخشى من غضب النظام أو انقلابه عليه، بالإضافة إلى أنه هو المحتاج لنظام أسد وليس العكس فيما الواقع على الأرض، وكل الأحداث تشير أنه لولا التدخل الروسي لكان نظام أسد أثرا بعد عين. وعلى الرغم من كون الرسالة جاءت من شخص عديم الوزن، إلا أنها تحمل بين جنباتها العديد من الرسائل المبطنة من نظام أسد للقيادة الروسية آثرت أن ترسلها عبر جوقة من أبواقها التي تستخدمهم عندما تخشى أن توجهها بشكل مباشر. ومفادها التلويح بالورقة الإيرانية في حال استمرت روسيا بحملتها الإعلامية الموجهة لنظام أسد، فخالد العبود لن يجرؤ أن يتحدث بهذه القوة ضد الروس
ما لم يأخذ الأوامر من أسياده في أجهزة المخابرات، الأمر الذي يوضح مدى اتساع الفجوة بين الطرفين، خاصة أن بهجة سليمان دخل على الخط وزعم أنه لا يحق لأحد أن يملي على النظام مواقفه السياسية. يبدو أن الرسائل التي نقلها الثنائي خالد العبود وبهجة سليمان تعكس مدى التخوفات السائدة لدى نظام أسد وخشيته من السيناريوهات التي يتم الحديث عنها في الأوساط الدولية، وما تلويحه بالورقة الإيرانية إلا دليلا على مضي النظام قدما بوضع بيضه في السلة الإيرانية في حال تصاعدت الخطوات الروسية تجاهه في الأيام المقبلة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل الروسي والباحث في شؤون الشرق الأوسط أندري مورتازين معنا من موسكو، كما ينضم إلينا أيضا الصحفي ياسر بدوي معنا من الريحانية. مساء الخير وأهلا بكما. دعني أبدأ معك أستاذ ياسر، يعني خالد العبود والمنشور الذي وضعه على صفحته على فيسبوك، هل يمثل رأيه الشخصي أم أنه يعني صياغة ما كتب على صفحته الشخصية تراه بأنه جاء يعني من مكان آخر؟ نعم، تحية لك أولا وللضيوف الكرام وللمشاهدين. يعني أنا سمعت وقرأت الكثير. أولا لننطلق من حقيقة أن من لا يقرأ هذه الرسالة برغم كل السخرية، برغم اللا معقول بها، وبرغم كل شيء تحتوته لدرجة الجنون لنقل، أو لنقل المرض، يعني عن خالد العبود أو عن غيره من هذا النظام، هي لابد أن تقرأ سياسيا بكل معنى الكلمة لتحليل بنية هذا النظام وكيف يفكر هذا النظام والحالة التي وصل إليها. يعني أول قراءة لها أن الحالة التي وصل إليها النظام هي في الحضيض بكل تأكيد، حتى يرسل مثل هؤلاء الأزلام، هؤلاء الأبواق الذين يتسابقون على كسب الود، أو الذين يعتقدون أنهم يمكن أن يعيدوا المجد لرئيسهم الدكتاتور السفاح المجرم، فيذهبون باتجاه مثل هذه المقالات، وكل هذا لا يعني شيء بكل تأكيد في السياسة الدولية. بنية هذا النظام مركبة، يعني حتى نبيل صديقه في مجلس الشعب ربما غار من خالد العبود وقال له اسحبها. هذه آلية تفكير النظام بهذه الطريقة التي بنيت. الآن أنا أريد أن أتوقف عند نقطة، ما الذي يجعل نظام الأسد أن يتحدث بهذه اللغة مع دولة مثل روسيا ومع بوتين شخصيا؟ هل في المعادلة يستطيع النظام الآن أن يعود ويلعب على المتغيرات الدولية والتوازنات الدولية، مرة من هنا روسيا ومرة من هنا أمريكا ومرة من هنا إسرائيل ومرة من هنا إيران وغيرها من الدول العربية أو الإقليمية؟ لا، بالتأكيد لا. فالقوات الروسية أصبحت منتشرة في عموم سوريا، ويمكن لها أن تصيد بشار الأسد في أي لحظة بصاروخ أو بطلقة عابرة. هذا من جانب. من جانب آخر، لماذا مثل هذه اللغة؟ يعني لا يوجد فيها لغة سياسية منطقية أن يتحدث خالد العبود بهذه الطريقة الولادية، على طريقة شوربة بشار الأسد. طيب الذي يعني هي هذه النقطة التي يعني مثيرة للجدل وللصد والرد على وسائل التواصل الاجتماعي. أستاذ ياسر، يعني يتصرف خالد العبود وكأنه المخابرات تسمح بهكذا كتابات. جميعنا نذكر عندما وقفت روسيا إلى جانب ميليشيا أسد وقصفت في حلب مثلا في 2015 و2016 وخلال السنوات التي قصفت فيها مناطق سوريين، كان يعني من المحرم على السوريين أن يعني يصفوا روسيا بأي صفات لا ترتبط مع توجيهات المخابرات. نعم، يعني ألو. نعم أستاذ ياسر، في هذا السياق، يعني أنا كما تعلمين تماما، كما نعلم البنية الإعلامية والبنية المرتبطة في الصوت الذي يمكن أن يظهر في عموم سوريا، سواء كان من مجلس النواب، من مجلس الشعب أو لا التابعين للأمن، أو من وسائل الإعلام، أو حتى من رجالات لنقل سياسي مجازا، لأنهم ليسوا رجال سياسة، هم مجرد يعني تبع إلى فلان وإلى فلان. لا يمكن أن تخرج أي كلمة خارج عن الدكتاتور. الدكتاتور يوجه، الدكتاتور يمكن أن يزعل، يمكن أن تتسرب كلمة أن الدكتاتور مزعوج الآن من الموقف الروسي الذي بدأوا يتحدثون عنه بطريقة يعني لنقل فيها كثير من قلة الاحترام، ويعني حتى مهينة.
يعني هي مهينة لبشار الأسد ومهينة لسوريا ومهينة حتى إذا كان هناك أي مفهوم لما يسمى دولة هي مهينة له. أن يأتي بوتين إلى قاعدة عسكرية ويستدعيه بهذه الطريقة ثم يوقفه بالصف إلى على الجانب ليتفرج عليه وهو يحيي جنوده. صحيح يعني، ولكن سابقا يعني عندما حدثت كل هذه الأمور أستاذ ياسر لم يكن هناك أي انتقاد لهذه السلوكيات التي قامت بها روسيا، بل على العكس يعني كان هناك إيجاد مبررات. النظام بعقليته هم يعتقدون أنهم يستطيعوا كما قلت اللعب على الأوتار الدولية. تأتي روسيا وتثبتهم وهم يعطونها ما تريد، نعم. تأتي إيران ويعطونها ما تريد وهكذا. ولكن عندما بدأت روسيا تتحسس الورطة الكبيرة التي هي فيها بسوريا وأنها ليست مجرد نزهة أو مجرد يعني لعبة أولاد، ولكن هناك استحقاقات دولية، هناك استحقاقات عربية، ويمكن أن تودي بروسيا حتى وباقتصاد روسيا وبمستقبل روسيا لأن أنت هنا في سوريا، عندها بدأت تتعامل مع نظام الأسد على أنه مجرد خول لها وتتصرف بهذه الطريقة. لابد أن تخرج هي بنفسها وأن تستجيب للنداءات الدولية والمتطلبات الدولية. هناك قرارات دولية، هناك قرارات عربية، هناك دول عربية وازنة لا يمكن أن تقبل بهذه السخرية. هناك أيضا أمريكا، الولايات المتحدة، أوروبا، تركيا، كل هذه دول لها وزنها ولها متطلبات. هناك 20 مليون هذا المجرم قتلهم وشردهم. بالتأكيد روسيا ستتنصل من هذا الأمر وستحمله الإجرام وستبتعد. لذلك بدأت الخلافات. هذه طيب. الخلافات بالحديث عن هذه الخلافات دعني أشرك بالحديث الأستاذ أندري وكيف ينظر أيضا إلى هذه المقالات التي اليوم يكتبها رجالات أو يعني محسوبة على ميليشيا أسد. أستاذ أندري، يعني هل تنظر روسيا بشكل جدي إلى هكذا مقالات؟ مساء الخير. طبعا لا تنظر روسيا بشكل جدي على هذه المقالات. بصراحة لا يعرف أحد في روسيا من هو خالد عبود باستثناء عدد قليل من المستشرقين. أنا شخصيا عرفت هذا الاسم اليوم عندما شفت صفحته على شبكة فيسبوك. هذا أول. ثانيا، لم تكن هناك أي حملة الإدانة أو حملة إعلامية، حملة الانتقاد ضد بشار الأسد. هذا كلام فارغ إطلاقا. قبل شهر ونصف عرض التلفزيون الروسي الحكومي روسيا 24 المقابلة الصحفية طويلة مفصلة مع بشار الأسد التي استغرقت ساعة أو أقل قليلا من ساعة. هذا شيء لم يسبق له. صحيح يعني، ولكن أستاذ أندري يعني كان هناك تصريحات أيضا رسمية تتحدث عن حالة من التململ. هناك كانت تسريبات سياسية تتحدث عن اتفاقيات تجري اليوم على ضوء الاتفاق الروسي التركي. عموما يعني ما تتحدث عنه أنه كان هناك حملة أو ليس هناك حملة هو خارج إطار هذا المحور. نتحدث اليوم عن الشخصيات التي كانت تدافع عن روسيا بشكل شرس جدا وتدافع عن كل الإجرام الذي ارتكب من قبل روسيا بحق الشعب السوري في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، المناطق المحررة. ولكن اليوم هذه الشخصيات تهاجم روسيا وأيضا تعتبر بأنه إيران هي البديل وتعتبر أنه لولا وجود روسيا في سوريا لما استطاعت روسيا أصلا أن يعني تكون موجودة بقوة على الساحة الدولية. كيف تنظر اليوم إلى هذه الشخصيات التي هي تتحدث أو ناطقة بشكل غير رسمي باسم النظام، وأنت تعلم يعني نظام أسد كما يعلمه الباقون؟ برأي هذه التصريحات يمكن أن تعامل الناس لهم قليل العقل وقليل الأدب. برأي ثانيا، هناك الكثير من نظريات المؤامرة. أنا لست من أنصار نظريات المؤامرة. طبعا يدور الكلام عن الدعم السياسي لبشار الأسد، وعلى مستوى رسمي موسكو تدعم حكومة بشار الأسد وترى بشار الأسد رئيسا شرعيا خلافا عنكم. وفيما يخص الاتهامات ضد بوتين، هذا شيء مضحك بالنسبة لنا. بالفعل روسيا الآن تحتم أكثر بكثير من وباء فيروس كورونا. أهم
بكثير من جميع التصرفات الجارية في الشرق الأوسط. طبعا هناك لا تزال وجود العسكري الروسي في أراضي سوريا، وفي نفس الوقت روسيا تتعامل مع تركيا وهناك دوريات مشتركة روسيا تركيا، وطبعا تعمل روسيا مع الجانب الإيراني، ولكن على مستوى رسمي ليس هناك أي الإعلانات أو التصريحات المعادية للأسد أو معادية ضد الإيرانيين. طيب، ولكن يعني اليوم على الرغم من كل ما قدمته روسيا لبشار الأسد إلا أنه شخصيات محسوبة عليه، يعني خالد العبود هو غير معروف كما ذكرت، ولكنه من ضمن ما يسمى مجلس الشعب وله ارتباطات سياسية، يعني والنظام يتحدث باسمه، يتحدث باسم النظام بحكم أنه يعمل داخل ما يسمى مجلس الشعب. يعني عنوان مقالته كان أنه ماذا لو غضب الأسد من بوتين؟ بلا شك ربما كان هذه التصريحات خالد عبود بالإشارة من العالم من بشار الأسد، ربما كان ذلك. طبعا يمكن التفكير في هذا الموضوع، طبعا ربما كان بشار الأسد غير معجب بالدعم الذي تقدمه روسيا، ربما يرى الأسد أن هذا الدعم غير الكافي، ولكن روسيا تعمل كل ما في وسعها من اجل دعم بشار الاسد. بفضل روسيا تبقى في ايدي الاسد اكثر من 70% من اراضي سوريا، يجب ان ناخذ ذلك بعين الاعتبار. لو لم تكن روسيا ولو لم يكن التدخل العسكري الروسي لما كان بشار الاسد في دمشق، وكان علام داعش فوق البنايات الحكوميه في دمشق وليس البنايات الحكوميه لبشار الاسد، يجب ان ناخذ هذا الامر بعين الاعتبار. طبعا روسيا لا تزال تدعم بشار الأسد، وطبعا هناك الخلافات بين الجانب الإيراني وربما بين الجانب الروسي وبشار الأسد، ولكن يجب تأخذ بعين الاعتبار. طيب، يعني أستاذ أندري، بحكم أنك تتحدث عن أنه طبعا أنه يوجد خلافات، إلى أي حد عميقة هذه الخلافات؟ هل وصلت إلى شرخ؟ أظن أنه لا يمكن، لا يدور الكلام عن تقليص التعامل العسكري والاقتصادي أو قطع العلاقات، هذا شيء مستحيل، لأن يعتمد بشار الأسد الآن على دعم روسي سياسي واقتصادي. يعني هو هنا نقطة التساؤل، يعني على الرغم من كل هذا الاعتماد إلا أنه على ما يبدو أنه بشار الأسد غير ممنون لما تقدمه روسيا، ويلوح بأنه يرغب بالتوجه إلى إيران. حتى إذا كان يرغب أن يعتمد على إيران، يجب أن تأخذون بعين الاعتبار أنه ليس هناك الحدود بين إيران وسوريا، بين هذين الدولتين تقل دولة كبيرة وهي العراق، ولا يمكن الدخول والدعم العسكري المباشر من إيران إلا عبر لبنان أو عبر الجسر الجوي والطائرات التي تهبط في دمشق، وتتعرض هذه الطائرات للقصف من طرف إسرائيل. أنتم تعرفون ذلك. يعني أنت ترى أيضا يعني أنه إذا قرر بشار الأسد أن يتعاون مع إيران بعدم رغبة روسيا، هل من الممكن أيضا أن تقف بطريق هذا التعاون روسيا عسكريا؟ في حال من الأحوال يحتاج إلى روسيا ويعتمد إلى روسيا، لا يوجد أي قوة عسكرية أخرى التي قد تؤيد بشار الأسد، لأن القوات البرية الكبيرة، ليس هناك القوات البرية النظامية، يعني القوات الكبيرة الإيرانية، هناك تشكيلات، بعض التشكيلات حزب الله، تشكيلات فيلق حرس الثورة، ولكن هذا ليس الجيش الكبير، يجب أن تأخذ ذلك بالاعتبار. طيب أستاذ ياسر، يعني اليوم هل ميليشيا أسد تخشى فعلا من تبدل الموقف الروسي، وبذلك تدفع ببعض أبواقها للتعبير بحرية عن رأيهم على مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني اسمحي لي أن أقول التعبير بحرية هذا غير وارد أبدا في، يعني هو بين قوسين، طبعا بين قوسين كبار، بكل تأكيد. نعم. بكل تأكيد بما يخدمهم، قصدت بما يخدمهم، لذلك أنا أردت التأكيد عليها. نعم. يعني هناك بعض الأفكار التي أنا
الآن أنطلق منها ولا أعلم مدى جديتها أو مدى يعني قربها من الواقع، لأنه لا معلومات. يعني الآن ربما يكون لأنه ظهرت تصريحات روسية عنيفة تجاه ماهر الأسد وصفوه بالمجرم، ربما يكون خلف بهجة سليمان وخالد العبود ماهر الأسد الذي هو محسوب على الإيرانيين بشكل كبير، وبالتالي يريد هذا الشرح أو يريد يرضي الإيرانيين، أو أنه يحضر لعمل ما قد يكون لعمل ما داخل سوريا. وبالتالي يعني هي ستظهر ضمن هذه الشبكة مجرد أن تفلت وداخل يعني الولاءات الدولية، يعني من هو موالي لإيران ومن هو موالي لروسيا، من هو موالي لغيرها من الدول لا نعلم يعني إلى الآن بشكل كبير، ولكن هذه الاصطفافات التي بدأت تظهر، وأين يلعب بشار الأسد، وهل هو يمون على شيء أم لا، كل هذه المعطيات علينا التساؤل بها. ولكن يعني أنا توقف قليلا عندما يقوله الضيف الروسي، وهو يبدو يعني أنه أثر به خالد العبود، لذلك ينكر الحملة الروسية على النظام هي كبيرة جدا، وهي تدلل بشكل كبير على أن روسيا بدأت تعيد حساباتها بسوريا بشكل كبير، أو أنها كانت منذ البداية كذلك وكانت تداري وكانت تعمل بالتقية على مبدأ إيران، والآن أصبحت أمام قطف الثمار، لا بد أن تقطف الثمار مع تركيا، ولا بد أن تقطف الثمار مع الولايات المتحدة أولا وأخيرا. وبالتالي عند قطف أي ثمار كان كلام الأمريكان واضحا، نحن باقون في سوريا حتى ترحلوا هذا الدكتاتور، وبالتالي لا يمكن أن يكون أي حل، ولا تحلم روسيا بأي حل أو قطف أي ثمار طالما الدكتاتور موجود. لذلك هي ستلجأ إلى أما أن تنتظر إلى 2021 هو الموعد المحدد بشكل طبيعي، أو أن تقوم قبل ذلك بالتحضيرات، ولم يبقى أمامها إلا شهور، والتحضيرات كبيرة التي ستأتي عندما يتم استحقاق الرئاسة في سوريا، وأن يكون جديا هذه المرة ويرحل هذا الدكتاتور وهو أعوانه. وبالتالي المهمة كبيرة جدا أمام روسيا وشاقة على روسيا أيضا، وبكل تأكيد سنسمع، أنا أجزم سنسمع في الأيام القادمة والأسابيع والشهور يعني صراعات حادة أكثر من ذلك. طيب يعني أنت ترى أستاذ ياسر، فقط للتوضيح، أنه هنالك لهذه الرسائل من الممكن أن يكون يعني وجهان، الوجه الأول أنه هي مخاوف حقيقية من قبل ميليشيا أسد، ويعني تعبر عن هذه المخاوف عن طريق هؤلاء الأبواق، والسيناريو الثاني هو صراع داخلي بين ماهر ويعني شخصيات أخرى محسوبة على روسيا تظهر بهذه الطريقة. نعم هذه المخاوف مؤكدة، أما الصراع والصراعات الثانية مؤكدة ولكن غير متضحة المعالم. المخاوف هي مؤكدة، مجرد أن يخرج مثل خالد العبود وبهجة سليمان كرئيس استخبارات، وأنت والمشاهدين يعلمون ماذا يعني رئيس استخبارات أن يتحدث بمثل هذه اللهجة، يعني هي لهجة سوقية ولكن هي لهجة لها تعبيراتها، عندما يتحدثون فهم على درجة كبيرة من الخوف ويعلمون أي أيامهم معدودات، لذلك يتحدثون ويلجأون إلى التهديد ويقولون لدينا خيارات أخرى، يمكن أن نعيد إيران، يمكن أن نتحالف مع الشياطين، مع من نريد في العالم، ولكن عليكم أن تبقونا هنا على الكرسي. رامي مخلوف قال لإسرائيل في بداية الثورة، قالوا أمن إسرائيل من أمن سوريا، هم يستجدون أي شيء، والآن هي ضمن الاستجداء، يقولون لبوتين لا تلعب كثيرا معنا، لدينا خيارات. ولكن السؤال الآن الذي يطرح، هل لديهم أصبع الخيارات مع إيران، وهل إيران أصبحت خيار في الوقت الذي تجتمع الدول كلها على إخراجها؟ طيب وإن من سوريا وإن يعني كان خيار إيران بالنسبة لميليشيا أسد، هل ترى أنه المجتمع الدولي الذي يقف بوجه إيران وتمددها وتغلغلها في المنطقة سيسمح بهذا النوع من التحالف، ومنهم روسيا والتي كما نعلم جميعا تنسق بشكل واضح وصريح جدا مع إسرائيل حول يعني المواقع التي يتم قصفها؟ نعم هذا الموضوع يعني أصبح واضح تماما ومن المؤكد أيضا، هناك إجماع دولي وإجماع إقليمي، وحتى روسيا اشتركت مع إسرائيل والولايات المتحدة في الاجتماع الأمني الذي حدث المصغر في تل أبيب على إخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا. هذا مطلب للسوريين وهذا مطلب المنطق، وإيران الآن كما نعلم تماما قبل أزمة كورونا، الأزمة الاقتصادية، الحصار الاقتصادي، النظام، يعني لا ننسى تماما، فقط أريد أن أمرر هذه الفكرة بعد
أقل بعد 20 يوم، 22 يوم يدخل ضمن مجال قانون قيصر، وهذا المجال يعلم تمام تأثيراته كبير عليه. فالسؤال هنا عندما يستجدي خالد العبود أو من ورائه ماهر الأسد أو غيره من المجرمين إيران بأنهم يستطيعون جلب إيران من أجل تقليص النفوذ الروسي، أو يقولون لبوتين أننا نحن نستطيع أن نبعدك عن سوريا أو نبعدك من اللعبة الدولية، لأن اللعبة الدولية لروسيا هي تنطلق من سوريا، هل يستطيعون ذلك؟ هل إيران مؤهلة لأن تقوم بهذا الدور في مواجهة روسيا؟ هل هي قادرة وهي الغرقة في العقوبات وفي الاقتصاد وفي المشاكل الداخلية وفي المشاكل الخارجية؟ وهل هذا النظام بقي منه شيء لتراهن عليه مع إيران لأنها تستطيع مواجهة النفوذ الروسي في سوريا، لمواجهة السوريين من جديد الذين يضجون منها، لمواجهة النفوذ العالمي والضجر العالمي منها؟ هي كانت تلعب في الوقت الضائع، الآن ليس الوقت وقت إيران، هي وقت إيران أن تنسحب. نعم أستاذ أندري، يعني دائما ما تذرعت روسيا بأنها دخلت إلى سوريا بشكل شرعي وذلك بطلب من بشار الأسد كدولة وما إلى ذلك، ويعني كل الجرائم التي ارتكبتها في سوريا من قصف للمستشفيات والنقاط المدنية كانت بذات الذريعة بأنه روسيا متواجدة في سوريا بطريقة شرعية وهي بطلب من بشار الأسد. اليوم إذا بشار الأسد طلب من روسيا الخروج من سوريا، هل ستخرج بهذه البساطة؟ برأيي روسيا سوف تخرج من سوريا، ولكن لا أعتقد أن بشار الأسد سيطلب من روسيا الخروج من سوريا، لأنه سيضطر أن يخرج بنفسه من سوريا لو خرجت روسيا من سوريا، برأيي. نعم، يعني أنت ترى بأنه بشار الأسد لا يتجرأ على الطلب من روسيا بأن تخرج؟ برأيي ليس هناك أي ركيزة أو أي دعم آخر، أي دعم عسكري التي يستطيع أن تسمح لبشار الأسد أن تبقى رئيسا للجمهورية في سوريا إذا خرجت روسيا الآن من سوريا، لأن هناك لاعبين دوليين، الكثير من اللاعبين الدوليين في الغرب وفي الشرق الذين يريدون ترحيل بشار الأسد. يعني روسيا لن تنضم إلى هؤلاء اللاعبين الدوليين حفاظا على مصالحها؟ برأيي لو خرجت روسيا من سوريا الآن سيضطر بشار الأسد أن يدخل، وهو يدرك ذلك، وأعتقد أنه لن يطلب الآن من روسيا بالخروج، لأنه طيب. ليس هناك أي دعم عسكري سوى دعم روسيا. طيب أستاذ أندري، يعني تذرعت روسيا بالحرب وما إلى ذلك وبأنها تقف إلى بشار الأسد بدعمها له في الحرب، ماذا إن انتهت الحرب؟ يعني اليوم لا يوجد هنالك قتال، يعني الاتفاقيات العسكرية والسياسية هي التي تسيطر على الأرض. برأيي الآن الحال السياسي السوري في طريق مسدود، وبرأيي أنه في الأونة القريبة خلال سنة أو نصف سنة عندما تستمر. طيب فقط دعني أستوقفك عند هذه النقطة أستاذ أندري، أنت ترى أن الحل السياسي في سوريا هو في طريق مسدود، ولكن تركيا وروسيا وصلتا إلى اتفاق وقف إطلاق النار في بداية شهر آذار الماضي، إلى هذه الساعة تم الالتزام بهذا الاتفاق. يعني اليوم المحللين السياسيين والمراقبين على الأرض يرووا أنه أفق الحل السياسي هي أكثر انفتاح من أي حلول عسكرية. برأيي هناك الكثير من المشاورات السياسية بين روسيا وتركيا، وروسيا تهتم بالحفاظ على الوضع الحالي، لأن الوضع الحالي هو ضمان لبشار الأسد للبقاء في السلطة، وهناك إمكانيات لإيجاد الحل السياسي. أما الآن الوضع مجمد سياسيا. شكرا جزيلا لك أندري مورتازين، المحلل الروسي والباحث في شؤون الشرق الأوسط، كنت معنا من موسكو. أشكر أيضا الصحفي ياسر بدوي كان معنا من الريحانية. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا، بأمان الله.